call me a god. إذا كنت تريد تشتري أي أسلحة أو فضة أو أي حاجة تخص لعبة سكال أند بونز أو أي لعبة ثانية مثل ألعاب فيفا، ادخل على الرابط الموجود في الوصف ولا تنسى أنك تحط كود نوب. مرحبا وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم إن شاء الله راح نسوي بيلد للسانبوك، راح نبني السانبوك ونسوي بيلد للسانبوك. شكرا لكم على المتابعة والدعم المتواصل. شكرا لM18NX لأنه هو كان المتابع رقم 500، وشكرا لكل 500 اللي تابعونا قبله طبعا لأن البداية كانت معاهم. شكرا لكم، شكرا على دعمكم المتواصل دائما وأبدا، وإن شاء الله مستمرين. أشكركم على الكومنتات، أشكركم على الانتقادات البناءة. طبعا أعتذر أني كنت أنزل فيديوهات لبناء السفن لكني ما أسوي مراجعة للسفينة في نفس الفيديو، وكذلك ما بسوي المراجعة مرة ثانية الحين في نفس الفيديو، بس بيكون الفيديو التالي لأنه نريد نلتزم بوقت أو أن نكون مختص، يعني الوقت ما يكون طويل في المقاطع. فهذا البيلد فهذا الفيديو بيكون فقط بيلد سانبوك، والفيديو القادم بيكون تجربة هذا البيلد. طبعا شكرا ل xxx_pf3oc لأنه هذا البيلد من اقتراحاته، وهو نزلنا البيلد في اليوتيوب وقال لي قرب البيلد بيعجبك، لذلك بنقربه مع بعض. والحين نبني السانبوك أول مرة، وطبعا بيعطوني أظني بيعطوني تحدي من تحديات اليوبي بلاي لأنه هذا السفينة رقم 5 من بعد ما نزلت اللعبة الرسمية. طبعا في البيتا كان في كم سفينة، 3 سفن ما محسوبين في التشالنجز. إذا نسوي السانبوك، طبعا عندي فلوس، أمور طيبة من ناحية الفلوس. نقل كل الشحنة للسفينة الجديدة، طبعا نقل كل السفن ونشوف البلد اللي عطانا اياه صاحبنا. واول شيء نروح نشوف ادارة السفينة، نبدأ من الاسلحة، ويقولنا الاسلحة حط المنجنيق، منجنيق الاحراق ليفل 3 على 4 جهات. طيب الحين اذا سويت الاحراق للاربع جهات، هل يعني هذا انك ما تريدني استخدم داردنيل، ولا المعنى انه لانه داردنيل ما في احراق، في تفجير، فتوقع انك تريد او ايوه تريدنا نركب على 4 جهات سلاح الاحراق. طيب نركب الاحراق في 4 جهات، وفي الوسط نركب اكيد ليوبولد، كل 4 جهات وليوبولد 3. طبعا ليوبولد 3 في مكان الأسلحة. الدرع الأمير الأسود اللي هو أقوى درع في اللعبة، هذا الدرع تشتريه ب 420 من عند إنيتا وهوما. طبعا كان في كنت أتكلم عن إنهم لصتين، بس شكله في التحديث الأخير رفعوا الأسعار في السفينة، فصار الأسعار نفس الشيء. بالنسبة للأثاث، أول شيء قال خلاط الذخيرة، فهل عندي خلاط الذخيرة؟ ما عندي خلاط الذخيرة، بنرجع لخلاط الذخيرة. مصنع المنجنيق ليفل 1، مش مكان البارود، هو قال مصنع المنجنيق للليفل 1. اتوقع اني استخدمه هنا، هذا ذاك البرين، هذا مصنع المنجنيق للليفل 1. نشوف الثاني، طاولة البارود، طاولة البارود، مش مكان البارود، طاولة البارود. نشوف نكمل عندنا ولا ما عندنا، هذا كذلك ليفل 1. الوقود المتطاير، واتوقع هذا مستخدم منه اوريدي انا في مكان معين. الوقود المتطاير، معقولة ما عندي؟ محطة الوقود اللاصق والوقود المتطاير، ما عندي.
اوكي اذا ما عندي الوقود المتطاير ومحطه الوقود اللاصق ومصنع المي... مش مصنع المنجنيه، قلنا خلاط الذخيره. فنروح نسوي هالثلاثه، نتمنى انه عندنا عندنا اول شيء احددهم عشان تكون العمليه اسهل. مخطوطات قلنا اول شيء الاثاث الاساسي، اتمنى انه ما يطول الفيديو. خلاط الذخيرة قال هذا، يمكن الشراء من تلوك بنجارة عادي بشتري. الثاني قال الوقود المتطاير ومحطات الوقود اللاصق، توقع هنا او وينها. المنفعة الوقود المتطاير ومحطة الوقود اللاصق، تلوك تلوك بعد. اوكي كل شيء من عند انيتاو هما. اوه صرفت الفلوس اوريدي، فطبعا البلد ما بيكمل. بس هذه القطعتين اللي بشتريهم ان شاء الله على بكره، وبسوي توقيف للفيديو مره ثانيه ونكمل بعدها بعد ما نجيب الفلوس، الا اذا كان الشراء يكون عن طريق العمله الذهبيه. بنشوف وش طريقه الشراء. اوكي هذه واحدة بميتين، عندي ميتين. You talk to Rama. I don't like going up there. Last time I went, an unbound spat on me. إذا نكمل الفيديو بعد ما صنعنا الأشياء اللي ذكرناها. هنا قلنا خلاط الذخيرة، وقلنا هنا هذه محطة الوقود اللاصق، وهنا الوقود المتطاير. السفينة وصلت للليفل 12. هذا كل شيء، هذا هو البيلد اللي استخدمناه. طبعا الفيديو القادم بيكون تقربة لهذه، بغير بعض الشيء في الكوزماتيكس، ما اعرف اذا كان بنضمنه في الفيديو او لا. كذلك السفينة اسمها ما عدلناه، نخليه مثل ما هو. هذه هي نهاية الفيديو، اتمنى انكم تضغطوا على زر السبسكرايب، زر اللايك. وصلنا لل 500 والهدف القادم 750، وان شاء الله قريبا بنحط جيف اواي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.